سلام بنات، مرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم انا جيت للبوجو، هاد المنطقه عندنا الاسم ديال البوجو كيف كتشوفوا عامره. جيت لهاد الافيمي هذا اللي هو خاص باللوازم ديال البيت. خليكم معايا نضربوا فيه واحد الجوله. في هاد ديال الدجاج شحال داير اليوم؟ 15 دولار. باردون من جيت بلا مي دوم اللي خارجين دابا ديال الدجاج. هادي داير لها 40، هادي كتهز من هنا، هادي 20 25، وهاد الكبيرة 35. المحل هكا كبير. وخارجين دابا هاد البلاطوات هنا عندهم اللي بحال هكا، هادو داير لهم 3 في 3 ديال الأحجام اللي 90 ليرة. هادو الفناجين ديال الشاي التركي، هدا الطقم جات معاه المعلقة ديالو. هنا الفناجين ديال الشاي التركي. هادو كيديروهم للفطور، هاد البلاطويات الزبدة فرماج مفرقين، الثمن ديالهم 60 ليرة والصغار 40. هادو تما ديال الفطور، كاين هادو بلاستيك وكاين هادو احسن، هاكا الكونفيتور العسل. وهادو اللي خارجين عندهم دابا اللي كدير فيهم البطاطا البصلة والثومة، داير لها 125. هادو ديال المنظف ديال التيد اللي كتستعمل لا ماشين. هادو ديال البطاطا ولا هادو هما اللي خارجين حاليا. هادي مثلا الشوف الموف. هنايا دخلت لمكازا اخرى، زي فيها هادشي ديال الديكورات، فيها هادو الطوابل لانهم في الصالون كيديروا طابله وحده الوسط بعيده على لي كانابي، وكيديروا هاد الطوابلات الصغار باش كيقربوا باش كيحطوا لك هما اللي كيحطوا فيهم يعني الشاي. فيه تا هو ديكورات زوينين ولكن داكشي شويه كلاسيكي بالذهبي. هادي الساعة جات بهادو بجوج، كل وحدة فيهم كدير 25 ليرة، و كاين موديلات مختلفة مكتوب فيهم القرآن. هادو موديلات على شكل لبس العثماني. المهم البارح سمحوا لي ما بقيتش يعني صورت لكم، ديشارجي لي التليفون وما رجعتش بكري للدار. المهم وصلتني الطلبيه هذا سيباريش من الموقع ديال اكرام دنيا سيم، هو موقع تركي ولكن كيخدم حتى مع مواقع عالميه بحال اي باي وامازون، وهذا راكم شفتو الاسم ديالو وريتو لكم. الامبالاج زوين، الفاتوره كيعطيوها لك باش الا ما عجبكش المنتوج ولا كان فيه شي ضرر يعني كتعاود ترجعو للكارغو، كتعاود ترجعو للشحن، وهما كيردوا لك الفلوس ديالك من بعد 14 يوم في مده يعني ما كتجاوز 14 يوم في الحساب البنكي. خديت من عندهم هاد الكيسان هادو ديال انا غادي ندير فيهم يعني العصير.
هكا كيفاش كيجيو. دايرين وقيلا 28 ليرة هنا من عند مودو كونسيبت، عندهم هادشي ديال الديكورات وهذا. هو المحل هنا كاين غير حدايا، ولكن هذا بان لي في الانترنت رخيص فخديته. هما هادو وصلوني مفرقين، ما جمعتهم لكم في فيديو واحد باش ما يجيش داكشي مفرق. المهم شو لومبالاج تا هو زوين، هادي البواطه ديال بالحديد وهادي بالجاج. هاكا معانا عندي الكحل، دايره الكحل بزاف في الدار، داكشي ميطال والكحل بحال هكا. فقلت غادي ندير هكا في واحد البلاطو، تا هو كحل يكون فيه ديفيزور، يكون فيه هكا كيجي زوين فوق الطابله. كيجي كديكور زوين فوق الطابله كيف قلت لكم. وغادي نشوف كيفاش غادي نقادو. ومن عند تران ديول وصلتني هذه ديال، اسمحوا لي على الصوت ما كاينش كيفاش ندير. ومن عند تران ديول وصلتني هذه ديال السلطه، كتجي شويه غارقه وكتجي زوينه هكا، كتهز السلطه وحتى الشكل ديالها كيجي زوين. شو كيفاش كتجي، حتى مثلا في الطابله ملي كتكون شي اعراضه ولا هذا كتجي زوينه في الشكل ديالها، وكان الثمن ديالها مناسب يعني ما كانتش حاجه. وكيجيو مع هادو هاد الجوج هكا غير للتحراك ولا باش تهزي، وانا ما نستعملهمش. هذا هو الشكل ديالها كيفاش كتجي. وصلوني من هاد الموقع هذا ايضا ديال ترندول، كيعجبني هذا الموقع هو اللي كناخد منه اغلبيه الحوايج، لانه كيوصلك حتى للدار وفي كميه في مده يعني قصيره، وكتبقى متبع الطلب ديالك. كل نهار كيصيفطوا لك، تدخلي لابليكاسيون كتشوفي الطلبيه ديالك فين وصلات، هي ابليكاسيون. وحتى الثمن ديال الشحن ما غاليش بزاف. وصلوني هاد المنتجات ديال الماركه، ديال المنتجات التجميليه يعني ديال الماركه ديال كلينيك. خديت هاد الماسكارا، هادي كانوا دايرين سولد بزاف هاد الماركه، ماركه زوينه راكم عارفينها. فيها هاد الماسكارا هادي اللي فيها جهه في البيض وجهه في الكحل، كديري البيض هو الاولاني باش كي لي ترونسبارون. شنو بغيتي تاخد تليفون؟ بغي ياخذ لي التليفون من يدي. هذه لا باز في الاول اللي كتكون في البيض، ومن وراها هي هذه، من وراها كديروا. المهم نتوما تراكم عارفين، وصراحه زوينه بزاف. انا جربتها من بعد دابا المونتاج يعني جربتها. وهاد لو سيت هذا اللي جا في هاد السيت جا كامل في هاد بهاد لاتروس ديالو ديال الماكياج ديال التوب، زوينه حجم هاد الصفر. هاك بغيت التليفون كندير المونتاج اولدي. هذا واحد سكراب مقشر للوجه، وجمع هاد العكر هذا اللي هو حجم صغير ديال الصفار. اللون ديالو زوين بزاف صراحه، كيعطي فيه الكولاجين كي وحتى فاش كديري كيعطيك واحد بحال كينفخ الفم واحد شويه. واللون ديالو ديال الاستعمال اليومي صراحه، الريفيرونس ديالو 02 بار بوب. وجات معاهم حتى هاد الماسكارا هادي ديال كلينيكا، دي حجم صغير حتى هي في بلاك كحله، نفسها غير هذيك، هذه صغيره، هذه غير هكا مثلا الشنطه ديال السفر. وهذا حتى هو واحد لو جيل نوريسون لوجي، وهذا اللي كناخذ ديما الكريم ايدغاتون ديال كلينيك اللي واعره صراحه، واعره بزاف. وهاد لو سيت اللي مالفه كناخذ انا دائما الكلاريفيون، هذا التونيك
وهذا الصابون دو فيزاج ليكيد. هاد كناخد انا هادو ديال لابوسيش، كل واحد شنو كياخد. صافي، وكان هذا هو الفيديو ديال اليوم. السلام عليكم، تلاقاو في الفيديو الجاي.